مساك والله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج على السيف، وتحديدا في فقره عشانا. ضيفنا اليوم كاتب روائي ويكتب دراما متنوع، الكاتب الجميل محمد النشفي. مساك الله بالخير. مساء النور فيصل، مساء النور حق كل مشاهدينا. والله يستر منك اليوم. لا لا خاطر، اليوم احنا الحلقه الاخيره وان شاء الله نتشرف فيك موجود معنا في هذه الحلقه ان شاء الله، ونقدم حلقه المشاهد يستمتع فيها. في البدايه وين غايب على الدراما؟ لا موجود. رمضان عندك شيء؟ لا، كان عندي مسلسل انعرض قبل رمضان، لان الحين المحطات قاعد تسوي نظام سيزنز، كل شهر مسلسل. حلو. انه ما يصير المسلسلات او الاعمال الفنيه تكون حكرا في رمضان، وتشز هذه هي الطريقه الامثل والصح اللي قاعد يتبعونها حتى الدول الخارجيه. قاعد نشوف مسلسلاتهم، مثلا مسلسلات تركيه، مسلسلات امريكيه، مو مرتبطه بشهر معين. اخيرا استوعبت المحطات العربيه ان المفترض المسلسلات تكون طول السنه مو بشهر واحد. نعم. محمد، ليش دائما ياخذون عليك ان انت شخصيه مثيره للجدل في كتاباتك؟ اليوم خذوا على بنات الثانويه، وخذوا على بنات الجامعه، خصوصا ساعات انت اختياراتك بالاسامي دائما تكون مشوقه، العناوين هذه دائما يعني عند الناس. بنات الثانويه ممكن عمل ضجه كبيره من قبل لا ينعرض. وفي محطات رفضت العمل، قلت انا ما ابي، كانت مسوقه. صح. ليش انت تتعمد هذا الشيء انت، ولا شيء طبيعي يطلع منك؟ والله شوف، خليني اقول شغله، انا لما اكتب مسلسل وايد يهمني بالدرجه الاولى انه ما في شيء يتسوى مثله من قبل. حلو. ولا في الطريق الاسهل اللي هو اكتب عن قضايا حب، زواج، طلاق، هذا اللي الكل قاعد يسويه باغلب المسلسلات. بس انا احب اغير، يعني حتى مسلسلاتي لما تشوف بنات الثانويه وتشوف مثلا اخر مسلسل اللي هو اخر المطاف، تقول مستحيل اللي كتب هذا. صحيح. لان التوجه مختلف، فلانه كان طرح بنات الثانويه شيء مختلف وجديد، فالناس ما تقبلته. انه شلون مسلسل كامل يتكلم عن جروب بنات 70% من مشاهده داخل اسوار المدرسه، فهذا الشيء الناس خلتها تتخيل انه ممكن يكون يتطرق عن اشياء ما لها علاقه بالمجتمع الكويتي. اساسا المسلسل ما كان كويتي، مسلسل خليجي، بس الناس لانها تشوف الكاتب كويتي، ولانه يمكن تصور في الكويت، فتربط المسلسل بدوله معينه او بمجتمع معين او بعادات معينه، وهذا خطا. طيب، انت قلت يوم من الايام انك انت عملت اعمال جدا جميله، ولكن لم تلاقي النجاح، او لم تلاقي العوامل النجاح. صح. اخراجيا، انتاجيا، هذا اعتراف بالفشل ولا بالندم؟ او من يتحمل هذا الموضوع؟ اللي يتحمل هذا الموضوع ممكن تكون اختيارات المنتجين. نعم. يعني او يمكن حظ، والله ما ادري. يعني انا اغلب مسلسلاتي ما اشتغلت فيها مع مخرج صح. انت وايد عندك مشكله مع انا عندي مشكله مع المخرجين. نعم. بس احيانا النص يتفوق. نعم. على 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 دور المخرج او على دور النجم. نعم. يمكن هذا اللي حصل معي، انه بالرغم من اغلب مسلسلاتي ما اشتغلت فيها مع مخرجين مهمين. نعم. في الكويت وفي الخليج، الا انها موجوده، فممكن اكون انا تفوقت على نص يتفوق على دور المخرج في مسلسل. نعم. بس محمد، انت اليوم انت موجود، هذا مو اول عمل انت تسويه، يعني اعمال كثيره. صح. هل ما زال السبب هذا معاك موجود، موضوع المخرجين؟ لا، هو شوف، ترى في وايد كتاب يكتبون عشرات المسلسلات بس مو موجودين، ما تحس انهم موجودين. وفي كاتب يكتب لك ممكن عمل واحد لان النص بوم سوى فيبين، فهو كله يعود الى نص الكاتب. في مسلسل يابو فيه اهم الفنانين، عمالقه الفنانين، وتوفرت فيه كل عوامل النجاح، بس لان النص كان مليق فالناس ما حبته، ومن حلقه 5 ما كملت تتابع. فالنص هو رقم واحد في اي عمليه فنيه. محمد، انت كتابتك وراثه ولا موهبه كون جدك محمد؟ والله ممكن وراثه، بس انا ورثتها كمسلسلات، يعني مو مسرح. نعم. هو كان تخصص اكثر مسرح. تحب المسرح انت؟ انا اعشق المسرح. بس ليش قلت اذا ما حد وجه لك انك تكتب كتاب المسرح؟ اي والله ما صار، يعني مو عارف درب المسرح وين، يعني انت ما حاولت؟ ما حاولت مره واحده في مسرحيه مجلس الشياطين، سويناها انا والمخرج ابراهيم وطيضان من خلال مهرجان ايام المسرح للشباب السابع. كانت شيء تجربه اكاديميه، حتى كنا على هامش المهرجان، لان توجه المسرحيه مو اكاديمي بحت، كان تجاري. يعني المسرح التجاري اللي هو شباك وجمهور، لان ما فيها فلسفه. فكرة المسرحية ما فيها فلسفة، فحطوها على هامش المهرجان، احتفظوا فيها، ما كنسلوها، حطوها على هامش المنافسة، وشاركنا فيها مرة واحدة، وما شاركت بعدها بمهرجانات أو مسرح تجاري. والفكرة ما زالت موجودة، أنك ودك تكتب المسرح ولكن تنطر الدعوة؟ والله موجودة، بس أنا حبي للتلفزيون، يعني كل ما أكتب مسرحية تلاقيني من ثاني مشهد أخليها على كتب وأرد أكمل المسلسل اللي أنا كنت كاتبه. فأنا حبي للتلفزيون يطغى على حبي للمسرح. اليوم في اتهام للكتاب الشباب، وانت واحد منهم، انكم شوهتوا صوره المجتمع الكويتي في كتاباتكم.
سمعت هذا الاتهام؟ هذا سؤال مهم جدا، انا شاري السؤال هذا. انا اشوف انت الحين تقول شاري هالسؤال، يقول لك احنا متفقين عليه. لا لا لا، انا بس الحمد لله انك سالت السؤال. لان قبل كم يوم بالانستغرام واحد قاعد يطرق حق نفس الموضوع ورديت عليه، بس الرد ما وصل بشكل كامل. منو قال ان احنا نكتب عن المجتمع الكويتي؟ المسلسل او المسرحيه هي حاله فنيه تعبر عن مجتمع افتراضي ابتكره الكاتب، هو خلق المجتمع هذا. احنا لما نشوف فيلم امريكي يتكلم عن الاسره الحاكمه الامريكيه، هل هذا بالفعل يعكس صوره المجتمع الامريكي؟ لما نشوف المسلسلات التركيه مثلا، هم الشعب جلف، بالمسلسلات نشوفهم رومانسيين وحبيب، هل هم فعلا كذي؟ فالمسلسل ما يتقارن بالشعوب او المجتمعات. انا اشوف المجتمعات شيء وايد اكبر من انه يعكسه مسلسل او مسرحيه او فيلم حتى. عقرب أمل. اي قلت لك على اسامي انت مساك تتكلم، يعني اسم جدا وايد قوي. صح. ممكن يعمل مشاكل. انا وجهه نظري، المفروض انا ما اقول وجهه نظري، ممكن الرقابه ما تعدي. والله ممكن. صح. اي شلون فكرت بالاسم؟ هو كان يتكلم عن شخصية بالمسلسل كانت عقرب رمل. هو المسلسل هذا تغير اسمه 3 مرات، كان سيدة المجتمع. نعم. بعدين تحول إلى عقرب رمل ونرفض بالحالتين. نعم. إلى أن نهاية حولنا تصويره إلى الإمارات، صورناه في الإمارات وطلع في اسم آخر المطاف. نعم. سيدة البيت، سيدة المجتمع كان. لا، أنك على مسلسل سيدة البيت. صح. أنت كاتب لهذا المسلسل بحكم قضائي. صح. وصل الكاتب انه يكون كاتب مسلسل حكم قضائي يثبت انه هو الكاتب؟ انه هو الكاتب. لا لا، اللي حصل في سيدة البيت والله كان الموضوع شوي معقد. يعني انا عقدي مع الشركة، ودائما احرص في عقودي ان انا المتصرف الاول والاخير في النص، وهذا ابسط حقوقي، كوني انا مؤلف المسلسل والمسلسل راح يطلع باسمي. اي اضافات او الغاءات تتم بموافقتي انا كمؤلف المسلسل. المخرج طلب مني تعديلات معينة وطلب مني إضافات معينة، أنا ما كنت مقتنع فيها وما كنت أشوف أن هي، لأن إذا حطيتها راحت رؤيتي. نعم. ممكن أجاملة أحطها بس شي رؤيتي اختلفت راحت. مع أن بالسابق محمد البدايات إذا كنت تقول هالكلام لما كان في أحد يوجهني، ما كان مخرج يكلمني يقول لي والله سو كذا أو سو كذا. ممكن يقترح عليه. نعم. بموافقة الطرفين. نعم. لكن أنت تجبرني وتستعين بكاتب آخر يحط لك الخطوط اللي أنت تبيها. نعم. وبعدين الكاتب الآخر يقول ليش ما حطيت اسمي على النص، ويرفع قضيه على المؤلف المسلسل الحقيقي اللي هو انا، وعلى الشركتين المنتجتين وعلى قناه العرض. زين، وين دور المنتج في هذا الموضوع؟ هو مشكلته اساسا مع المنتج مو معي انا، لان المنتج ما قدر يوقع عقد مؤلف، لان اوريدي عقده وياي ما قدر يوقع، اعطاه وعود بس. فلما ما طلع اسمه على الشاشه او طلع بطريقه ما عجبته، هني رفع قضيه على كل الاطراف. اليوم يعني الموضوع وصل للقضاء عشان تثبت حقك ان انت كاتب هذا المسلسل. طبعا هذه ترى كامله تعتبر هو اللي رفع القضيه للامانه. نعم. وكسبناها الحمد لله انا والمحطه والشركه. نعم. المنتجه. نعم. واثبتنا فعلا ان انا مؤلف المسلسل الاول والاخير. طيب اليوم انت بسعت تفضلت وقلت لي اليوم احنا الكتابات اللي قاعد اكتبها ما هي كتابات كويتيه بحته، تتكلم عن منطقه الخليج، لكن اغلب الكتابات المدرجه حاليا من الساحه الكويتيه او الخليجيه نتكلم، او اللي قاعد توصل للناس والناس قاعد تنتقدها، ان المجتمع الكويتي مغازل وترقيم وسوالف وكلنا اغنيه. هو صح، ترى كلنا اغنيه. شكرا. يعني الطبقه الغالبيه العظمى خاصه بالكويت، لو انا قاعد اقول ان مسلسلات كويتيه فعلا الاغلبيه اغنيه، بس انا ما اتكلم عن الكويت، انا عملي خليجي. بس اليوم انا اتكلم اليوم حتى في ناس كويتيين وخليجيين ملاقيه تاكل في شيء ما طرق موجودين. لا موجودين. اتطرق لهم، انا اسوي موازنه. نعم. مثل ما اتطرق لهذه الفئه واتطرق ايضا لهذه الفئه، وانا عمري ما ناقشت طبقه الثراء اللي عايشين فيه ثراء فاحش. نعم. لانه فيك ما تحسه. نعم. طبيعي. محمد اليوم انت قاعد تواجهون النقد ككتاب شباب. تسمع المسلسلات سلق البيض؟ في مسلسلات عندنا سلق البيض، سلق بيض ومصرف جيد. مسلسلات سفره. شلون هالمسلسلات هذه؟ والله انت اليوم ساعات ممكن تكتب نص. أي. في احد مسلسلاتك انسلق ككتابه؟ انت الحين كتبت نص معين انزل. ومقتنع فيه كنص. وديته للجهه اللي بتنفذ على اساس انك تصور هذا العمل وتخرجه. صح. في احد مسلسلاتك كان سلق بيض انسلق شيء انت ما حسه كلهم؟ يعني كنت متوفق بالانتاج ككتابه؟ انا من النوع اللي وايد كتابه، التنفيذ ما بعد الكتابه اتكلم فيه. في مسلسلات نفذت سلق بيض. اه. في من اعمالي تنفيذها كان سلق بيض. بس مثل ما قلت لك، انا الشيء اللي الحمد لله الله موفقني فيه، ان النص هو قاعد يتغلب على دور المنتج وعلى دور المخرج. اما شنو تفكر فيه بالمستقبل؟
والله قاعد افكر شيء له علاقه بالكلام اللي انت قلته. انت قلت ان في من مسلسلاتك تنفذ بطريقه سلبيه، وهذا اكيد ما يرضيني انا ككاتب ولا يرضي اي كاتب انه هو يكتب نص ويتنفذ بطريقه سيئه. فاطمح ان انا في يوم من الايام يكون عندي شركه انتاج خاصه اقدر انا انتج فيها اعمالي واعمال غيري بطريقه تليق بهذه الاعمال. احنا ما نتكلم ترى ما عمم على كل المنتجين، في منتجين والنعم فيهم يعني قاعدين ينتجون الاعمال بسخاء. طيب محمد احنا اليوم وايد تتكلم منتجين ومنتجين، لما نطق هذه الكلمه ونقول منتجين كان المنتجين الموجودين 30 ولا 40 ولا 50 منتج. نعم 4 5 4 5 واللي بالساحه متواجدين فعليا تلقاهم ثلاثه موجودين. صح. اللي هم قاعدين ينتجون حتى اليوم على مستوى الخليج. صح. اليوم ليش اليوم الشباب مو قاعدين ياخذون هذه الخطوه في الانتاج كانتاج؟ يعني كانتاج والله شوف انا اللي انا اشوفها من زاويتي. نعم. ان اللي قاعد يدخل سوق الانتاج قاعد يحارب من منتجين اخرين، فقاعدين يكسرون مجاديفه ويمنعون دخوله لهذا المجال بحيث انه ممكن حتى يقطعون علاقاته مع المحطات، لان هي عباره عن كونكشنز. تمشي اليوم في بعض الناس تتكلم ان اليوم في بعض او ممكن يسمونهم عصابات مو منتجين. صح. انت تفكر انك تدش قصيناك. وايد في ناس على فكره دخلوا في مجال الانتاج وما كملوا ما كملوا ما قدروا. من اول عمل ما حد شرى المسلسل وشافه بالبيت وما ما اشتغل مره ثانيه. والله انا سمعت في واحد مره سوى عمل وكلفه حوالي 300,000 للحين العمل مخلل. صح. هذا 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 الشيء وايد وارد يحصل لان في حروب كبيره. الحين خلينا نفكر فيها بصراحه، يعني خلينا نفترض مثلا انا منتج حلو وانا بروحي متسيد الساحه مثلا، او انا وفلان متسيدين الساحه، بي واحد جديد اكيد طبيعي انا ما يعني ما ابي يكون لي منافس ثالث او رابع او خامس او سادس في الساحه نفسي، في الساحه اللي انا شغال فيها وانا مبدع فيها. هذا مو السبب الرئيسي، في اسباب وايد ثانيه اخرى غير ان غير يعني غير هجوم المنتجين. في سبب ثاني رئيسي اللي هو وزاره الاعلام، الرقابه وايد مشدده دورها في اجازه النصوص وقاعد ترفض نصوص بالهبل، فهني المنتج يضطر يصور خارج الكويت. ومو اي منتج مبتدئ يقدر انه هو يشيل عدته ويشيل فنانينه ويصور برا الكويت، لان هذا راح يصير الكوست ماله جدا عالي يمكن ما يقدر يتحمله في اول الانتاج. فهذه ايضا من ضمن الصعوبات اللي قاعد يواجهونها المنتجين. اتعامل رسمي مع المنتجين والمخرجين والفنانين. اي قلت هالتصريح؟ والله التصريح اتهم غلط. انا اقول لك شلون، يعني الصحفي سالني انه ليش محمد النشمي ما عنده صداقات في الوسط الفني، يعني ما نشوف مثلا بالانستغرام عنده او ما نشوفه بالانستغرام غير انه هو رفيج الفنانين. نعم. على عكس مثلا باجي الكتاب انه شلون عندهم علاقات مع فنانين واصدقاء الفنانين. قلت له انا احب يكون عندي تعامل رسمي مع الفنان او مع المخرج او مع المنتج. نعم. ما احب ان انا يعني افتح الخطوط كلها بيني وبينهم. انا طريقتي كذي. اوكي. يعني انا 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 طريقتي يعني صداقاتي كلها خارج الوسط الفني، ما لها علاقه في شغلي يعني. وقلت عشان لا يزلغوني. اي تصير لان احرجتني ترى. انزلقت ولا بعد؟ لا 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 اشول، لان مو فاتح الباب. مو فاتح الباب. لاني مو فاتح الباب ما انزلق. بس غيري ممكن ينزلق لان هذا رفيجه وهذا رفيجه وفلان رفيجته وفلان، فممكن هني ينزلق. نعم. احنا سعدنا في لقاء محمد اليوم. انا اسعد. شو تحب تقول في الختام؟ احب اقول شكرا على الدعوه هذه. حبيبي انت فقرتك هذه من اقوى فقرات برنامجكم. حبيبي الله يسلمك. واتمنى لك التوفيق الدائم. امين يا رب. واشوى ما احرجتني وايد بالاسئله. لا احنا اليوم خفيفه، اليوم الاخيره فلازم نخفف شويه. ختامها مسك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حبيبي محمد، ساعه مباركه. ما قصر حبيبي. تمسون على خير.